المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدائرين آمين. سمعتم هذا الإنجيل الذي يشبه حياتنا، صعود المسيح إلى الجبل ليصلي يشبه صعوده إلى السماوات، دخول التلاميذ في السفينة أيضاً ترمز إلى الكنيسة التي انطلقت من بعد العنصرة. إبحار السفينة في البحر ترمز إلى هذا العالم الذي نتخبط به، وكم من ريح هوجاء تعصف بهذه السفينة، أي كم من التجارب والصعاب والآلام والإلحاد وكل ما هو أرضي كانت مضادة لهذه السفينة. إذا انتبهت قال إنه كانت الريح مضادة، يعني الإبحار كان صعب والريح كانت معاكسة لاتجاه السفينة والبحر هائج. ما لشو الإنجيل إذا نحن بدنا نعكس على حياتنا؟ لشو إذا بدنا نعتبر هالمقطع مش قصة فقط إنه المسيح مشي على الماء وهدأ العاصفة وانتهت هون؟ إذا ما انعكست هيدي على حياتنا أو ضوت على أي زاوية من زوايا حياتنا لشو؟ لشو حياتنا؟ هيدي هي الصعاب التي تعصف بنا، موت، ألم، فقدان، أي شيء. ونرى أن العاصفة أو عند الهجعة الرابعة إجا يسوع. إذا واحد بده يفهم الليل في أربع هجعات، يعني الهجعة الرابعة هي آخر الليل، يعني أنت تتصوروا أدي حياتنا رح تكون صعبة بعض الأحيان وأدي خلاصنا في بعض الأحيان مش سهل إنه نقدر نحن بسرعة نقطفه. في آخر الليل وقبل أن يبزغ النهار، أتى يسوع ماشياً على البحر، أولاً لأنه إله، وهو الذي يجعل السماوات تحت قدميه، فلما أتى يسوع في الهجعة الرابعة سكنت البحار وهدأت الأمواج.
شو يعني هذا الشيء؟ هذا يعني أنه لازم يسوع يقتحم حياتنا، يقتحم اضطراباتنا وضعفنا، نسمح له أنه يفوت لكي يمشي على أهوائنا وضعفنا ويجعلها تستكين. كمان هذا الشيء لازم ينعكس على حياتنا، أنه معنا مخلص ومنقذ بالعالم إلا المسيح. شو ما إجا ديانات وشو ما إجا يعني اعتقادات أتجرأ وأقولها، كلها زائفة، كلها زائفة. الحق والحقيقة وحدها بالمسيح. وإذا نحن ما عم نقدر نوصل المسيح للآخرين تيشوفوا المسيح، الدينونة علينا سوف تكون، لأنه نحن جعلنا هذه الدرر التي أخذناها من المسيح ورميناها للخنازير، وسيرنا على إيماننا وعلى كل ما نحن نؤمن به. هو المخلص، ولا منقذ آخر سواه، وهو سوف يقتحم حياتنا وندخله بحياتنا لكي تستكين هذه العاصفة. وبيجي بطرس مثل أي واحد منا بيعد حاله أنه هو عنده إيمان ولطيف، والمسيح سمح له إن غرق بطرس، مع أنه هو كان متقدم التلاميذ ومفروض يكون عنده وعي أكثر من البقية. كان عنده هالجرأة، بس كان الجرأة ناقصة، كان قليل الإيمان، ضعف، وبلش يغرق. من هيك الحماس في بعض الأحيان بحياتنا بدون إدراك، هو كأنه واحد عم بكب حلو بالماء عم بيغرق. من هيك الحكمة تأتي بالصبر، الحكمة تأتي بالصبر. هون بتجي الحكمة، تأتي يعني كيف واحد يهدي أفكاره ويزين ما يقوله قبل ما يقوله، ويتدرب على هذا الشيء حتى تأتي الحكمة. وإلا كلامنا فارغ، ما له قيمة إذا نحن هالقد متسرعين ومتهورين في بعض الأحيان، ونعد أن نحن يا لطيف مؤمنين وعنا ما يكفي من الإيمان. كلهم شكوا وهربوا. إذا تلميذ لحد المسيح شكوا وهربوا، شو حال نحن يلي ضعاف ضعاف؟ إذا فقدنا حدا من خاصم الله، إذا مرضنا منحط اللوم على الله، إذا صارنا أي شيء نترك الكنيسة ونهرب ونفل ونروح نعمل شيء تاني. شو هالإيمان هذا السطحي يلي عم نعنيه نحن ونعيشه؟ إذا ما بده يكون عندنا ثقة بالله، برجع بقوله عبس عبس. هو المنقذ وليس مخلص سواه. من هيك علينا أن نصرخ دائما، يا رب أعن عدم إيماني. أمين.